يا ابني اخلص يا ابني، ضربتني. يلا يا ابني انا خايف على مصلحتي، انا خايف على مصلحتي. هديت حلوز طب بص اقول لك على حاجه، اسمع هزود لك المصروف بتاعي. ابص ابص في جرسك يمشي معايا زبعت. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو حضرتك انت اللي عندهم يا استاذ؟ ان شاء الله ان شاء الله. جيب لك ابني دماغه كده، بس هو شاقي شويه، عايزك تسمع كلام الاستاذ. لا مش هسمع كلام حد. طب بس طيب يا استاذ اكسر واحنا نجبس، مالكش دعوه انت. خليه يترزق هنا. يلا اسمع كلام الاستاذ، خش جو. مش هوصيك عليه يا استاذ. والنبي يا استاذ تركز معايا، نفسي حد من ولادي يطلع دكتور. حياة ربنا يا اخي، حياة امك يا اخي، ابوه غلبان وامه غلبانه والله العظيم. يعني الحمد لله من كف ركبتنا بالعافيه، الحمد لله. انا محمد ربنا على كل حاجه، مش همشكي لك، بس حياة ربنا تركز لي معايا. هو انا بوزع فلوس هنا ولا ايه؟ ده انا مدرس اول رضا دياط، انا لاجي اكل.